لما تحبي تعملي لولادك كده كب كيك وتفتكسي يكون فيها من الفضاء الخارجي والكواكب والنجوم ويكون كده فيها الوان. بصوا بقى هنعمل ايه من غير لا فرن ولا خلاط ولا الحاجات دي كلها. انا جبت بيضه ومعلقه من السكر الدايت ومعلقه من الزيت ومعلقتين من اللبن وفانيليا وضربت الكلام ده كله مع بعضه، وبعد كده جبت 3 معالق من الدقيق ومعلقه من الكاكاو، كل ده معلقه كبيره يا جماعه، وربع معلقه او نص معلقه من البيكنج باودر، وظبطت القوام زي ما انت شايفه كده. وطبعا انا كنت عايزه اعمل كب كيك بس مش عايزه اشغل الفرن، فانا هعمله في الميكرويف. طبعا صينيه الكب كيك مش هتدخل الميكرويف، فجبت بقى الفناجين دي فناجين اركو بايركس، بتدخل فرن على فكره وبتدخل مايكرويف. عشان الناس اللي ما عندهاش مايكرويف لا تزعل ولا تتضايق، اعمليها والكوبايات دي بتدخل عادي الفرن. هي اخدت معايا بالظبط دقيقه و15 ثانيه في المايكرويف وطلعت كده. اهم حاجه خلي الخليط لحد نص الورقه بتاعت الكب كيك عشان ما تعلاش قوي معاكي زي ما عملت معايا كده، خلاص وبتدخل فرن عادي. جبت بقى كيس من الكريم شانتيه الباودر الموجود في السوبر ماركت وضربته مع ربع كوبايه ميه متلجه جدا، ربيع لحد ما يبقى قوامه تقيل كده، وقسمت بقى الخليط ده لثلاثه، كل جزء هعمل بيه ايه لون. اول واحد حطيت عليه نقطه من اللون الاحمر ونقطه من اللون الازرق. انا كنت عايزه اعمل اللي هو اللون الموف او اللي هو الازرق الرمادي ده اللي هو يعني بيوحي بالفضاء الخارجي، هو لون محمحي كده، انا مش عارفه اللون ده اسمه ايه، تقولوا لي في الكومنتات اسمه ايه. اهو اللون المحمحي ده هو ده اللي انا كنت عايزاه. وبعد كده عملت الجزء الثاني لون سماوي كده لبني حلو كده زي لون السماء، والجزء الثالث قلت بقى ايه كوكب المريخ لونه احمر، فانا حسسهم بقى ان ايه في شراره من الضوء كده، فعملته لونه بمب فاتح. حطيت كل كريمة في كيس حلواني وفتحتها، وبعدين حطيت الثلاث كيس في كيس كبير. لو ما عندكيش الكيس الكبير ده ممكن تحطيه في كيس عادي صغير او كيس بتاع السندوتشات. طبعا حطيت التب اللي هي بتعمل شكل الوردة ده. بصوا بقى وانتي بتبوظي كده الكريمة الثلاث الوانات هيخرجوا مع بعض. بصوا بقى الجميل. طبعا تقدري تحطي ثلاث الوانات تانيين او تشكلي تزودي الوان تاني براحتك بقى. بصوا كان فظيع. طبعا كنت عايزه احط لهم بقى نجوم وحسسهم بقى ان فعلا يعني حاجه كده بقى يعني من السماء والكلام ده، فقلت بقى ايه الزق الاستيكر، عارفين الاستيكر بتاعهم ده النجوم اللي بنلزقها في الكراريز دي، قلت احطها على خله وبعد كده ايه احطها في الكب كيك بحيث ان النجوم تبقى طايره كده. لقيت ان هي ايه ممكن تقع، فخلاص بقى قمت قلت احطها كده عادي، يعني هم لما يجوا ياكلوها يبقى يشيلوها، كانت تلزق في الجوانتي قلت مش مشكله. وجبت بقى اللي هو الشيكبون ده، شيكبون على فكره مش امانيم، شيكبون، وحطيته بقى كده وحطيت لهم لعبتين اكنها كده مركبه فضائيه وكوكب المريخ، وقلنا نعيش حياه الفضاء الخارجي. هي فكره الكميه دي عملت لي 4 من الكب كيك ده وسهله جدا وما خدتش وقت خالص. يعني لو عجبتكم الفكره اعملوا لي لايك وفولو، وروحوا على قناتي على اليوتيوب اسمها شو ما كيتش، اشتركوا فيها واكتبوا لي كلام حلو كتير وشيروه مع اصحابكم بس كده.